دير الديك كتحتفل بأصحاب القلوب الكبيرة مع دير الديك سميت. نستقبل اللحظة مريم بكريم الفائزة بجائزة متطوع السنة. مريم مرحبا بك. شكرا. قدمي لنا راسك وهضري لنا على العمل التطوعي اللي تقومي به. سميتي مريم بكريم، كنقرا في ليسيجي ديال اكادير. كندير العمل التطوعي، كنشارك في لي زاكسيون اللي كيديروهم لي زاسوسياسيون، كسو سوا دي ديال الدراري الصغار ولا لي جون لي بيرسونز اجي. كنمشيو بحال دابا كنفرقوا لي فورنيتور سكولير لي كارتابل لي زونفون اللي كيكونوا في لي فيلاج. كنمشيو كنديروا دي زاكسيون ديال نيتواياج دو بلاج. كيفاش جاتك الفكره باش تشاركي في ديري ديك ساميت؟ جو مي ديبلاس بزاف وكندير بزاف ديال لي زاكسيون كسو مع ديري ديك ولا لو كلوب سوسيال ديال ليكول. قلت بوركوا با نتونتي ما شونس باش نترشح نكون بينيفول دو لاني. سو كي موتيف الصراحه هو ليكسبيريونس في حد ذاتها زوينه بزاف. كتعطي كتفرحي الناس، كت لا سونساسيون اللي كتجي من بعد العمل التطوعي زوينه بزاف. صافي. تكلمنا على الجائزه اللي فزتي بها، اللي جائزه متطوع السنه، وكيفاش كان الاحساس ديالك فاش تعلن على الفوز بالجائزه؟ كنت فرحانه بزاف بزاف. بزاف ديال الناس شجعوني، بزاف ديال الناس ساندوني. فرحت بزاف فاش ديت لو بري. انا غير ممثله ديال كاع المتطوعين اللي كاينين في كاع انحاء المغرب. العمل التطوعي اللي خدمتي به مع الجمعيات وبقى لاصق في الذهن ديالك، بقيتي عاقله عليه وستا ماركي؟ لاكسيون اللي ماركاتني خلال العمل التطوعي ديالي هو لا فيزيت لدار العجازه. مشينا درنا اون فيزيت لي بيرسونز اجي، مشينا دوزنا معاهم العشيه، فرحناهم، دوزنا معاهم وقت زوين، سمعنا القصص ديالهم. هذه كانت اكسبيريونس سبيسيال بالنسبه ليا في العمل التطوعي. مريم بكريم شكرا لك وهنيئا لك الفوز بجائزه متطوع السنه. شكرا. دير الديك كتحتفل باصحاب القلوب الكبيره مع دير الديك سميت.